أطرح سؤال عليكم جميعا، هل لي أن أرى من أرفع أيديكم، من تقودون سيارات تشغل بالكهرباء؟ في الجلسة التالية سنتحدث عن السيارات التي تسير بالكهرباء في منطقة مينا، وكيف يتم إدخالها في نظام المواصلات العام، وكيف سيكون له أثر على استخدامات الطاقة النظيفة في المركبات الشخصية، وكيف يكون هناك محطات لشحن السيارات، وكيف يكون قطاع المواصلات خلال فترة من الآن حتى 2030، كيف سيكون جزء كبير منه مدار بسيارات ذكية، وأيضا سيارات التسلا ووجودها في الطرق. ستكون النقاشة ريدا صابوني، هي مديرة الطاقة النظيفة في المنطقة، ورضا عفوا السيد رضا صابوني من انرجيتكس، وقبل ان ياتي الى المنطقة كان يقدم استشارات لوزارة الطاقة الأمريكية ولعملاء الحكومة. ارجو ان ترحبوا معي بالسيد رضا. سمير علاوي، the CEO of FutureLink and Green Parking. Stéphane Gobert, Senior Strategy Manager at NG Mescat. Steve Severance, leading the program management and marketing for Masdar City. And lastly, Mark Carson, Director of Customer Experience and Quality for Reno MENA. Thank you very much, and over to you, Rida. الكلمة الآن للسيد رضا. شو بدها؟ Okay, all right. Thank you very much for the introduction to the topic, and welcome all for being here. So you took my first question, actually. That was going to be my first question, is how many people have an electric vehicle. I wanted to ask a couple. سنسمع من المتحدثين، من منكم قاد سيارة كهربائية؟ من يفكر بشراء سيارة كهربائية لتكون سيارتك المقبلة سيارة كهربائية؟ هذا مثير للاهتمام، هذا جيد. من حيث الهيكلية لنقاشنا خلال 40 دقيقة القادمة، سأبدأ بملخص وتعليقات للموضوع، ومن ثم سأطلب من كل متحدث أن يعطينا معنا مجموعة من المتحدثين، نود أن نسمع منهم، ومن ثم سنقسم المحاضرة إلى جزئين، أين نحن الآن، ومن ثم القسم الثاني سيكون أين نريد أن نكون، وفي النهاية سنتحدث عن التقنيات الممكنة لوصول غايتنا. هذا سيكون أسلوب نقاشنا. سأترك لكل متحدث أن يعرف بنفسه، وقبل ذلك واحدة من 150 سيارة هي سيارة كهربائية، أعتقد أن هناك طلب عليها، هناك تمثيل أكبر في هذه القاعة أكثر مما هو موجود في العالم كله. نتوقع نموا كبيرا في هذا المجال، وبحلول 2040 سيكون 48 مليون، وسيشكل 2% من سيارات الشخصية، وسيكون هذا الموضوع مهيمنا خلال السنوات العشرين القادمة. وهناك تقرير أخير من BNP بيرباكس، وهو أحد البنوك الرائدة في العالم، والتقرير ويلز وايرز أند ويلز، وتحدث من منظور شركة دفت 1100 مليار دولار للاستثمار. أين تستثمرها؟ هل السيارات
الكهربائية والطاقة المتجددة وجدوا أنه بشكل أساسي أن الطاقة المتجددة تعطيك 6 إلى 7 مرات أكثر من الطاقة المفيدة من أن تذهب للتنقيب واستخراج النفط من جديد. بعبارتهم قالوا أن هناك تراجع في الإقبال على النفط الأحفوري، هناك إقبال على السيارات الكهربائية، ولهذا نحن هنا لنناقش هذه المسألة، مسألة السيارات الكهربائية وأين هي الآن وإلى أين سنصل وما هي الممكنات التي ستساعدنا على ذلك. أرجو أن يعرف كل واحد منكم بنفسه وبشركته. سنبدأ بستيف. أنا ستيف سافرن من مدينة مصدر. كم منكم زار مدينة مصدر؟ نعم، هذا جيد. من لم يقد سيارة كهربائية لدينا حتى في ظل تسلا والسيارة التي عدتها رينو وشيفرولي، التسلا هي الأفضل والأمتع قيادة. خذوا السيارة لساعة وجربوا مدى متعة قيادة التسلا في المدينة. شكرا على هذه التقدمة، وأنا ستيفان من أنجي، وهي شركة تعمل في الطاقة المتجددة، وهي مؤسسة مرافق، ونتعاون مع بنك بي ام بي باريباس، ولدينا شركات لدينا عقود معها، ونعمل في مجال التخلص من البصمة الكربونية، ونعمل باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري. ووجدنا أنه من الأفضل لنا أن نراهن على الطاقة المتجددة، وأنا مسؤول عن استراتيجيتنا في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، وأود أن أطلعكم على أننا نعمل في سي بي سي، نعمل في لجنة، ونعمل في مجموعة فكرية، وأود أن أطلعكم على ما نقوم به بهذه المجموعة وما نخرج به من معلومات. نحن نحاول أن نجعل المعلومات متوفرة على المستوى الشعبي، وكذلك أن نطلع المستخدمين على هذه هذا الوقود المتجدد. وإن كنتم تفكرون بشراء سيارة فستكون آخر مرة ربما تشترون فيها سيارة تقليدية، ربما نعمل على شراء سيارات ذات تطبيقات إلكترونية، ونعمل أيضا على توعية وفي الأسواق، وأن نحفز المزيد من الاهتمام. اسمي سام علوي، أنا مدير إداري في رينو، ونحتفل ب العيد 25 لنا محليا، ونحن سيكون هذا العيد في 2020، وعندما بدأنا كنا شركة مواقف وقدمنا خدمات المواقف السيارات، والآن تطورنا لنصبح نقطة تسوق واحدة ونقدم كثير من الخدمات والعمليات. وخلال السنوات 24 أصبحت علامتنا التجارية أي خدمة أو نظام نقدمه لابد أن يكون صديق بيئيا بالمقارنة مع الأنظمة المنافسة. لذلك نركز على قطاع البنى التحتية، ووجودنا منذ 8 سنوات في دبي نقوم
وجود محطات كهربائية لشحن السيارات الكهربائية. لم يكن هناك من يفكر بالسيارات الكهربائية لأن في هذه المنطقة النفط متوفر، وكنا نعرف أن هذه المرحلة ستأتي. وعندما اتخذ سمو الشيخ محمد باتخاذ هذه المبادرة في أخذ الإمارات إلى هذا الاقتصاد الجديد، كانت ديوة الأولى في أن تضع مواصفات السيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي، ونعمل مع ديوة لنكون لكون أول شبكة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات. ونحن الآن لدينا خطي عمل. الأول هو بيع أجهزة الشحن لقطاع تشغيل السيارات، والثاني هو بناء شبكة سيارات كهربائية بأنفسنا، باستثناء شاحنات التسلا. نحن نهيمن على نحو 80% من حصة السوق في الإمارات حتى الآن. أنا مارك كارسون، من أمثل شركة رينو في الشرق الأوسط. نحن أول مصنع جلب السيارة الكهربائية للمنطقة في عام 2012. وبالنسبة لمن هم في الشرق الأوسط ويعرفون زوي، هي الأولى والوحيدة التي تباع في أسواق أوروبا. وقد طورنا مجموعة من السيارات ليست الأوزي فقط. رينو لا تعمل فقط بالسيارات الكهربائية، بل أيضا نعمل بالطاقة المتجددة والطاقة المدورة، إعادة التدوير والأنظمة البيئية لتكون، ومن السهل أن تأخذ الكهرباء من سيارتك لتشغل الكهرباء في بيتك في أوروبا. إذن فسيارتنا ليست مجرد سيارة، بل على مدى السنوات الأربع والخمس القادمة هذا القطاع سيمر بثورة كبيرة، ونرى العملاء وتجارب العملاء وتوجهات العملاء ستتغير، وربما نحن ننظر إلى أن الناس يميلون إلى استئجار السيارات التي ستكون تحرك أو تشغل بالكهرباء. أين وصلنا؟ ربما تبدأ سامر، تسيطرون على 80% من حصة السوق. هل نتحدث من منظور دبي أو الإمارات؟ هل يمكن توسعة ذلك؟ ومن ثم سأشجع بقية المتحدثين أن ينضموا إلى الحوار أينما وجدوا لأنفسهم مجالا. بداية يسرني القول أن الإمارات حققت حتى الآن من أفضل النسب في العالم بالنسبة لعدد أجهزة الشحن التي توزع، وأيضا بعدد السيارات. هذه من أفضل المعدلات. فلدينا 600 جهاز شحن في دبي، لكن المشكلة هي أن هذا العدد المتوفر غير موزع بشكل عادل. فالشبكة 80% هي من ديوة في دبي، و 20% في الإمارات بقية الإمارات. حدثت معي قصة مثيرة قبل أسبوعين. أولا ابني ينضم إلينا في هذا النقاش، فالنقاش الآن لن يؤثر علينا بل سيؤثر على أجيال المستقبل. فابني عمره 15 عاما، وقبل أسبوعين كنت أريد أن أقضي إجازة الأسبوع معه في فندق 5 نجوم في أبو ظبي. أخذنا آي فري، وهي سيارة كهربائية عادية تسير بسرعة 130 كيلومتر بالساعة. ذهبنا إلى أبو ظبي لنلعب التنس ونقضي إجازة الأسبوع.
كان باقي 30 كيلومتر من الكهرباء، ووجدنا أن الفندق ليس فيه مكان لشحن السيارة. من الجيد أننا حملنا الشاحن المنزلي معنا، وكان هناك إبريزا في المرآب وشحننا السيارة. وهذا الفندق الكبير بحجم مدينة كاملة ليس فيه ملعب تنس، فقررنا أن نأخذ السيارة وننتقل إلى فندق آخر، وكان يبعد 30 كيلومتر. ذهبنا بالسيارة إلى ذلك الفندق، وذلك الفندق أيضا لم يكن لديه شاحن. طلبنا منهم أن ندخل الجراج والمرآب وأن نشحن بالشاحن الذي أخذناه، الشاحن المنزلي الذي حملناه. كان حولنا 5 رجال من الأمن يدورون حولنا، وقالوا لنا أنكم إن شحنتم السيارة سينهار نظام الكهرباء في الفندق. طلبوا مدير المهندسين، وحملت مواصفات السيارة، واستغرقنا الوقت ساعة لنحصل على موافقة لأن نشحن السيارة. هذا مثال بسيط يحصل كل يوم إن أردت أن تنتقل إلى أبو ظبي من دبي، والسبب هو أن الفنادق تخشى شراء شاحنات السيارات لأنهم يخشون من تبعاتها. هذا يعطينا نبذة عن الشبكة هنا في دولة كالإمارات ومختلف الإمارات. دول الجوار ربما يكون الوضع مختلف كليا، ليس لديهم ربما قوانين جاهزة، ولا ليس لديهم ربما السيارات الكافية أو الاستثمارات الكافية. هذا وصف سريع لأين نحن الآن. هل لك أن تطلعنا كجهة مصنعة عن مكاننا الآن، وماذا فعلت دبي بشكل صواب لتدخل هذا المجال؟ ما فعلته بشكل صائب دبي هو أنها أخذت هذه المبادرة ووزعت عددا من أجهزة شحن السيارات الكهربائية. هذا أمر مهم، هذا بدأ مرحلة من النمو، ويشهد النمو مستمر. نحن بحاجة للسيارات هذه، ليس لأننا بحاجة لسياراتنا الكهربائية لتنتشر، بل لأنها أكثر جدوى اقتصاديا لأصحاب السيارات. وغياب البنى التحتية هو أحد المعوقات. نحن بحاجة لهذه البنية التحتية لتعطي الثقة للمقبلين على شراء سيارات. كان عندي سيارتي الكهربائية لم أملكها منذ 6 سنوات، ولم تفرغ بطاريتها وانقطع من الكهرباء أبدا ربما مرة. في السابق لم يكن هناك محطات شحن كهربائي في أي من الإمارات الشمالية. الآن ما زال علينا فعل المزيد في مجال البنى التحتية، لأنه كلما زادت البنية التحتية كلما زادت الثقة. وكما أشار سامر، فإننا نتوقع من الفنادق الكبرى أن يكون لديها هذه المرافق لشحن السيارات الكهربائية. هي ليست فقط السيارات الاقتصادية، بل أيضا سيارات كتسلا. أنت بحاجة لأن تنمو في هذا القطاع لتجبر على هذا التغيير. ستيف، أنت في أبو ظبي، ما هو رأيك بالنسبة لأبو ظبي، وكيف تعلق على أين نحن الآن؟ في مصدر بدأنا في 2009 في أول سيارة كهربائية وشاحنات السيارات الكهربائية، وفي 2009 السيارة لم تكن جاهزة للشرق الأوسط. كان مسألة المناخ وما يحدث للبطاريات،
كان همنا. وهناك مسألة أن السيارات الكهربائية ليست ممتعة، ربما تسلا غيرت المفهوم، إلا أنه ما زال هناك مفهوم عام بأنه ليس من الممتع أن نقود سيارة كهربائية، فهي لا تمضي مسافات ولا تقطع مسافات بعيدة ولا تسير بسرعة كبيرة. لكنني أنا أود أن أشتري سيارة كهربائية، لا أريد أن أشحنها في المول أو في الشارع، أريد أن أشحنها فقط في البيت. لكن الآن إن كان علي أن أدفع أجور تركيب جهاز الشحن عندي، أعتقد أن هذا أحد المعيقات. ربما المالك لا يستطيع فعل ذلك لأن ديوة هي الوحيدة التي تبيع الكهرباء، وبالتالي كأنك تقوم بوضع الجهاز بالنيابة عن ديوة. نحن نقوم بالتعاون مع ديوة بأننا نضع الجهاز ونشارك بالعوائد. هنا سأختار منافس، ربما الشيفي بولت سعرها 500 بالشهر، هي 9000 درهم، لا يستأجر كالشيفي بولت، وهذا بمثابة $1,100 بالشهر، هذا مقبول للمعظم. نحن بحاجة لقوانين مختلفة وأن يكون هناك توحيد للمعايير في بين دبي وأبو ظبي. عملنا مع شركتكم على الرغم من أن لديكم 80% من سوق ديوة، إلا أنكم فرضتم رسوم، إلا أنكم تستغرقون وقتا طويلا، و هناك أمور كثيرة بين دبي وأبو ظبي نحن بحاجة إلى أن يتم الاتفاق عليها. بالسيارات الكهربائية والبنى التحتية نحن بحاجة إلى مزيد من التعاون بين مختلف القطاعات المعنية. بالتأكيد، هل لي أن أجيب على كل ما قلته؟ فهو مثير للاهتمام. النقطة الأولى التي أود أن أشير إليها هو أننا لدينا 3 خطوط إنتاج. الأول هو بيع البرامج وأجهزة الشحن، الثاني هو استثمار شبكات السيارات الكهربائية من أبو ظبي إلى عمان. هذه سيارات نقدمها مجانا لكل من يريد استخدامها، وستواصل كونها مجانية لأننا في هذه الحالة تعاوننا كان بالأساس مع الفنادق التي تريد مثل هذه السيارات، ونحن نتعاون معهم. أما الخط الإنتاج الثالث وهو الأكثر نجاحا بشكل جيد، وهو الأبراج. لدينا كثير من التجمعات السكانية التي بحاجة إلى شاحن أو 2 للسيارات الموجودة لديهم، ولا يريدون أن يكون هناك كلفة لإدارة حاجز دخول للمرآب، فنحن خلصناهم من أجور المرآب وأعدنا المال للمشغل، ونظمنا مسألة الأجور والأجور مقابل الوقت. هذه هي النماذج التي وصلنا إليها من خبرتنا، وعلى الرغم من عدم وجود سيارات كبيرة لأن المصنعين ليسوا مقبلين على البيع في هذه المنطقة، وهذه أكبر مشكلة نواجهها. يريدون أن يبيعوا في أوروبا ويريدون أن يحصلوا على مقابل لتخفيف البصمة الكربونية، فأنهم يحصلون على حوافز كبيرة. لكن في دبي لابد من وجود هذه التسهيلات. سيكون لدينا
أجور أكثر من السيارات إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن. من وجهة نظركم ومن وجهة نظر المنظمات والشركات، أين سنصل في الإمارات وفي المنطقة كاملة؟ في دقائق قليلة ننقل الحركة، وكذلك أيضا أسمع كثيرا عن حملات التوعوية، وكذلك أيضا من خلال المنظور ومن مؤسسة ديوا، وكذلك أيضا في هذا أيضا من خلال التجارب على مستوى العالم، وكذلك أيضا في هذا جزء من العالم نجد أن هناك حركات النقل الأخضر، وهناك التزام لهذا في هذا الجزء من العالم. وأستطيع أن أرى من خلال منظوري أن نحن الآن ننضم في ركب الدول التي تضع في عين الاعتبار عملية الكفاءة في مجال الطاقة، وهو الاستثمار، وهي هذه كانت من ضمن المشكلات التي واجهناها في أوروبا. على سبيل المثال كان هناك شبكة من التواصل، وأيضا كان هناك أيضا بيع بتجزئة في بعض محطات الطاقة، وبالتالي لابد أيضا نحاول أيضا أن نقوم بتكرار نفس التجربة في هذه المنطقة نفسها، وخاصة في دبي، أن مؤسسة ديوا تقوم وهي المعنية ببيع الكهرباء. وعندما نتحدث عن المجالات المختلفة، وكذلك أيضا في كفاءة الطاقة، عندما نقوم بتركيب ألواح شمسية داخل المنزل، ربما أيضا تكون هذه من ضمن الأسئلة التي نحاول أيضا أن نقوم بطرحها، وللبعض أيضا للترويج لبعض الحلول. وعندما ننظر بارتياح، عندما نجد أن الحكومات ولا سيما في دبي كما رأينا في السعودية والعربية والتزامها، وهناك الكثير من الالتزام أن تكون جزء من القطاع، لأنهم حتى الآن لا يتفهمون حتى الآن أن قيمة الاقتصاد، أن هناك لابد أن يكون أيضا هناك لابد أن يكون هناك محطتي كهرباء تمديد وتغذية كهرباء في كل فندق، وهذا هو شيء ما لابد كان أيضا من الأمور المستحدثة في أوروبا، وهو ما قمنا ما باستثماره في بناء فيما يتعلق ببناء محطتي تغذية طاقة كهربائية، وهذه هي القيمة الاقتصادية في الاستثمار في هذا المجال. وكذلك أيضا السلوك، وهو ما أشار إليه مارك، لابد أن نغير سلوك الشخص، لا يمكن أن تتوجه إلى محطة البترول أو شيشة البترول أو المحطة التابعة لمؤسسة دي، وهي عبارة عن حالة طارئة أنك بتقوم بشحن من هذا الفندق، وهذا الأمر غير مقبول. وبالتالي هناك أيضا ما زال هناك نقص في الفهم والوعي، وهو ما نحاول رفعه، وأنه هو أيضا ما يدفعنا إلى محاولة التغير، وكذلك أيضا أن نقوم بالاستثمار في مثل هذه المركبات. قد يكون الأمر مكلفا إذا قمنا به اليوم، والتكلفة الآن تعتبر أقل كثيرا من الناحية الاقتصادية، هي مجدية. كذلك أيضا لن يكون هناك أي خيار آخر، حيث يكون هذا هو الخيار الأفضل والأمثل في هذه المنطقة. إذا قارنا بين الالتزام من المدن مثل دبي، لابد أن تصل إلى هذا الهدف، إذا كانت لابد أن تتسم بأن تكون مدينة ذكية وإسعاد مواطنيها، وأن يقوم أيضا بإدارة التنمية المستقبلية، وأيضا كذلك أيضا تحسين كافة مجالات البيئة، لابد أيضا أن يمضوا قدما إلى وضع السياسات المشابهة لتلك الموجودة في أوروبا. في نوتردام على سبيل المثال لدينا التزام على مدار 20 عاما لوجود محطات تغذية طاقة في نوتردام، ولابد أن نقوم بالانتهاء من تركيب هذه المحطات حتى 2020، وهذه لابد أن ننقل رسالة إلى المواطنين، وهذه هي أنها يعتبر هذا هو العامل الثاني المكلف اقتصاديا، وهو أيضا ما يؤثر في مجال الأعمال. الجميع يتفهم دور كل شيء في مجال الحركة والتنقل، والنماذج الجديدة لمحاولة تحسين سلوك النقل، ولكن فيما يتعلق بالاقتصاد كان
الآن احنا نحن في مرحلة متقدمة بشكل سريع الوتيرة، ونرى الآن التزام من إمارة دبي، نرى الآن حوالي أكثر من 1000 سيارة تعمل بالطاقة الكهربية، ولكن في حلول 2030 تطمح الإمارات أو دبي أن تكون لديها 30,000 سيارة تدار بالطاقة الكهربائية، سواء في دبي أو أو أبوظبي أو حتى في السعودية أو في المدن المستدامة. لابد أن يكون هناك التزام ومشاركة بسيارات، أيضا يكون هناك التزام بتركيب المؤسسات، كذلك أيضا قطاع الأعمال كمستخدم، ونحن أيضا كمستخدمين لابد أيضا أن نقوم بعمليات الحسابية ونحسب القيمة والتكلفة والإيجابيات كذلك أيضا من تلك، على سبيل المثال أن نحسب ما هي القيمة الفعلية لسيارة وما يمكن أن نقوم حيال هذا الأمر. إذن 40,000 سيارة تدار كهربيا بحلول عام 2030. أريد أن أنبه أيضا الجمهور إذا كان لديهم أي أسئلة، نريد أيضا أن نعرض عليكم الشريحة التي تعرض هذا الأمر، إذا كان لديكم أسئلة من الممكن أن تطرحوها. بالنسبة لمارك، كيف نصل إلى هذا المستهدف إذا كانت هذه رؤية، إذا كان لدينا، كيف نضمن أن يكون لدينا نماذج أكثر في الإمارات بشكل عام؟ هذا سؤال جيد، وهناك العديد من الإجابات المختلفة التي من الممكن أن نتطرق إليها. إذا استعرضنا تجربة من العام الماضي وما قمنا به العام الماضي، كان هناك بعض البرامج 1999، السيارة تتكلف 1999 درهم للسيارة الكهربائية، وهي أيضا مخصصة لاستخدام شخص واحد فقط. وقمنا احنا ما كنا نتطلع إليه أنه قام يقوم محاولة رفع درجة الوعي والمشاركة لدى المواطن في هذه الفترة، وكانت هذه أولى التحديات التي واجهتنا وخضناها. ومن الممكن أيضا أن نقوم، ولكن لابد أيضا لابد أن يكون هناك قناعة بالتحول إلى السيارات والمركبات الكهربائية، وكذلك هي من وجهة النظر كذلك أيضا من وجهة نظر خاصة التحول، ولكن من خلال المصنع هي ومن خلال نظرية العرض والطلب أيضا في أوروبا يخدون الآن، هي عبارة عن WRT وهي خطة حيث يقوموا بتخفيض المستهدفات مختلفة، والوسيلة الوحيدة التي نستطيع من خلال التصنيع لتحقيق هذه المستهدفات هو عبارة عن تصنيع الكثير، وبالتالي أيضا الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أصبح عالي كثيرا، وهذه هي المشكلة. وبالتالي كما ذكرنا هي هناك مستهدفات للمصنع، وهناك أيضا عقوبات في حالة عدم الالتزام بهذه المستهدفات. وكما ذكرت لكل المصنعين يكون هناك أيضا هناك السوق الأوروبي أيضا يقوم بفرض الضغوطات، لكن كافة المراحل التي نقوم بها، إذا قمنا بتصنيع 5,000 مركبة كهربية هنا، السؤال الآن هل من الممكن أن نقوم ببيع هذه السيارات، هذا الكم من السيارات 5,000 في هذه المنطقة؟ وبالتالي واجهتنا مشكلة مزدوجة، إذا واجهنا مشكلة العرض والطلب وإذا كنا نمضي بها قدما لن نستطيع أن نحقق نظرية العرض والطلب في هذه الحالة، وبالتالي لابد أن يكون هناك درجة من الوعي للتعرف على خواص ومزايا المركبات الكهربائية، وكذلك أيضا لابد أن يكون أيضا هناك وجود وتواجد لمحطات الطاقة الكهربائية، ولكن أيضا لابد أن يكون لدينا أن يكون هناك نسبة معينة، وأن نكون أيضا بحاجة، نحن لدينا شغف كبير بهذا وأن نقوم بعمل هذا وأن نعمل بشكل جيد في هذا الشأن. كنادي FMC يقوم بالكثير من الأشياء للمضي قدما لكهرباء السيارات، وبالتالي من الممكن أيضا ما نحتاجه هي الحكومة وبعض المستثمرين الآخرين يعني يتفهموا بشكل واضح أن يقوموا برفع درجة الوعي. أعلم أن الحكومة لديها 20%، لابد أن يكون لديها سيارات خضراء بنسبة 20%، ولكن السيارات التي تدار الهايبرد التي تدار بالكهرباء
ليست كافية, ولذا لابد أن يكون هناك دافع وحافز. من الممكن أن أتحدث عن الكثير من الحوافز والمحفزات, وبالتالي السؤال الذي يجب طرحه مع وجود وفي ظل هذه المعطيات, هل سيقبل الناس على شراء هذه المركبات أم لا؟ لابد أن يكون أيضا هناك تشريع قانوني, وكذلك أيضا آلية معينة لشحن هذه المركبات. أيضا هناك الكثير أيضا من الأشخاص الذين يقترحون المزيد من أساليب التحفيز. هناك الكثير من التحفيز في بعض الدول لتحفيز المشتري لكي يكون بشراء المركبة الكهربائية, لأن تكلفة البطارية هنا ربما تكون مرتفعة إلى حد ما. ولكن في أوروبا من الممكن أن تقوم باستئجار البطارية. إذا هناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن نستكشفها للشاري حتى يكون هناك جذب أكبر. ولكن لكي تكون أكثر جاذبية لابد أن تقنع المستهلك أن السيارة أو المركبة الكهربائية هي الخيار الأمثل له, وهذا هو الخيار الوحيد. وأيضا لابد أن تقنع الشاري أن يقوم بشراء هذه المركبة. وكذلك أيضا عندما يقترنوا بهذا الأمر, وأيضا أين يمكننا أن نقنع الشخص عندما نصل إلى هذه النقطة في المستقبل, الأجيال الجديدة أو ذوي الأعمار 15 و16 عاما, لابد أن نقوم بدفع هؤلاء الشباب الصغار لاستخدام التقنيات الحديثة والإقلاع عن استخدام السيارات ذات الانبعاثات الكربونية, وهذه والمحرك كذلك أيضا قليل الانبعاث. ومن هذه النقطة من الممكن أن تقوم بإقناعهم وحثهم من خلال, نعلم أن 40,000 سيارة مع حلول 2030 قد يكون تحدي أكبر, ولكننا نحاول بقدر الإمكان تحقيق هذه المعطيات. لابد أن أقول أيضا أنني محبط للغاية من خلال المصنعين الأوروبيين. بالفعل أنا محبط للغاية. إذا نظرنا إلى هذا ليس لشخصنة الأمور, ولكن إذا نظرنا إلى الأمور بشكل واقع وما سوف يحدث في العام المقبل, سوف يكون لدينا حوالي 1000 نموذج سيارة تدار ذاتيا في دولة الإمارات مع حلول العام القادم. وهذه المركبات إذا نظرت إلى النسبة والسعر والنموذج لهذه السيارات والجودة هي تعتبر مقبولة للأشخاص الذين يفكرون في شراء سيارة أو مركبة. وأيضا من خلال عملي مع الكثير من أصحاب العلاقة المعنيين في هذا المجال, أن هذه الصناعة لابد أن يكون لديهم رؤية ثاقبة حتى تكلل مساعيهم بالنجاح. ولكي أقول أن هذه النجاح تحقق بنسبة 100%, أنك في مصدر قامت خدوا السيارة وقاموا بفك كافة الأجزاء, ثم بعد ذلك توجهوا إلى مستودع صيني, ثم بعد ذلك وضعوا الأجزاء داخل السيارة, وبالتالي قالوا الآن كان هذا ما يرضي العميل. تستطيع أن تحقق 80% من بعض النتائج من خلال استثمار 20% من المجهود. وبالتالي أيضا هناك بعض المصنعين البشرية يعتقدون أنهم على درجة صحيحة ولديهم قناعة أنهم صحيحة 100%, وأن على الرغم من أن التقنية والتكنولوجيا قد تقدمت كثيرا ووتيرة التغيرات تتصارع بشكل كبير, وبالتالي لابد أيضا أننا نصل إلى هذه الرؤية. أو سيارات رينو على سبيل المثال, وكارلوس كامرس الذي كان قائد في أوروبا وللأسف الشديد لم يعد تحت السيطرة بعد ذلك في خلال إدارات. وبالتالي بما أننا مقدمي البنية التحتية نجلس لا نستطيع مكتوف الأيدي ولا نقوم بعمل أي شيء تحيال المصنعين الأوروبيين إلا أن يقدموا لنا بعض السيارات, إلا أن نستطيع أن نقنع أنفسنا في هذه المنطقة أن يكون لدينا مثل هذا النوع من السوق في هذه الأثناء. ستيف, هل لديك تعقيب على ذلك؟ أعتقد لا يمكن نقول هناك دولة واحدة في أوروبا التي بالفعل أنجزت وحققت طفرة في هذا المجال بخلاف هذه الدولة, ولكن هناك 6 مليون شخص هي النرويج. النرويج حققت المنجزات أو أنجزت 60% في هذه, وهي قوامة 6 مليون نسمة فقط.
وبالتالي هناك الكثير هناك كذلك أيضا طفرة ملحوظة كبيرة في مجال السيارات الكهربائية. إذن ليست هناك أي دولة أوروبية حققت أكثر من 10%. نجد الدول الإسكندنافية كمثل دنمارك على سبيل المثال، وهذه بعض الدول التي لابد أن تصل إلى درجة 100%، ولديها قررت والمستهلك كذلك الآن في أي مكان في العالم أن المستهلك الآن سواء بخلاف تسلا، ولكنه ليس هناك أي شخص مستهلك في العالم بدون أي أن يحافظ اقتصادي آخر من الممكن أن يدفع أن يندفع الأشخاص لشراء مثل هذه المركبات. إذن لابد أيضا للحكومات في إذا كان هناك من خلال 10 سنوات أيضا قام بتأسيس خطة معينة والآن تحققت المستهدف منها، وفي هذه المنطقة مثل النرويج والدنمارك لابد أن وكذلك أيضا بعض وهولندا لابد أن يجلسوا على أرض الواقع وصناعة القرارات حول ما يتعلق بالبيئة، وكذلك أيضا ما نستطيع أن نصل إليه فيما يتعلق باستخدام والاستعانة بالركبات الكهربائية. هذا من المحتمل أيضا، ربما لابد أن تضع أيضا أن تقوم بفرض ضرائب على السيارات الخفيفة، وهذه الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها. هذا هو المكان الوحيد في العالم الذي أدت هذا. إذا تحدثنا عن المحفزات الاقتصادية وبعض الأشياء، ما هي أيضا النماذج العملية وكذلك أيضا المعطيات الأخرى التي من الممكن أيضا التي تساعد في هذا الشأن؟ أيضا هذا سؤال كبير أيضا، وفرض الضرائب هنا في مجال في منطقة النفط هنا يعتبر من الأمور الصعبة كما ذكر ستيفن، ولكن نعلم تماما أنه في عالم ذو نطاق عريض نقف مكتوف الأيدي فيما يتعلق بتكلفة النفط أيضا في مختلف أنحاء العالم، حتى لو كنا بحاجة إلى بعض الأمور من خلال تخفيض 10 إلى 20 دولار للبرميل، ربما يكون هذا تحول إلى المركبات الكهربائية وكذلك أيضا إلى الطاقة المتجددة، وهذه أيضا إلى تقليل حدة الكربون، وكذلك أيضا فيما يتعلق أيضا بالأسطول الذي أقمناه وأنشأناه لوسائل النقل، والذي بدأناه من خلال 20% من تخفيف حدة التلوث والسياسات والضوابط والحافلات الكبرى التي تقود في الطرق السريعة، وللأسف تستخدم منذ 40 عاما وما زالت تستخدم حتى الآن. كذلك الحال ينطبق أيضا على الشاحنات، ولذا يتعين علينا أن نعمل على هذا الأمر في مجال النقل والمواصلات حتى يكون هناك أيضا نماذج عملية لدينا الNG وكذلك أيضا المستثمرين، وفي أمريكا اللاتينية هناك النماذج أيضا وهي قائمة، وبالفعل ربما أيضا من الممكن أن نتخيل أنه في المستقبل القريب أن يكون أيضا توحيد الأسطول الخاص بك سواء قطاع العام أو شركات أو أسطول خاص بالشركات أو نقل العام، مثلما هو الحال في ليس فقط في الدول الأوروبية ولكن في أمريكا، وأيضا وكذلك أيضا الطاقة أيضا على مدار 25 عاما من الآن مع امتداد الحياة العمر الافتراضي لهذه البطاريات، ومن الممكن أن نحتفظ بهذه المركبات على مدار 10 سنوات. أيضا هناك أيضا في بعض المدن كما نحل في موسكو هناك أيضا ضمان مدى الحياة، وهذه أيضا هو يعبر ويعكس يقينك التام أنه بهذا الأمر. وبالتالي بمجرد أن كافة هذه التغييرات في التكنولوجيا وليس فقط في الطاقة المتجددة ولكن أيضا في فحسب، ولكن كذلك أيضا وضع ضوابط حتى يتسنى لك الاستمرار في هذه المنظومة، وهذه أن تنتقل من الطاقة إلى الطاقة المتجددة لدول القائمة والمرتكزة على النفط أيضا
إلى الدول الأخرى التي ربما تكون بحاجة إلى نفط. لابد أن نقوم بالدفع لهذه المبادرات. أيضا لابد أيضا أن نقل الاعتماد على الوقود وعلى السولار، وأن يكون أيضا هناك النفط عندما يكون هناك تانك واحد في على مدار 10 سنوات السابقة. وبالتالي هذا أيضا هذا يعكس الواقع في مجال السيارات والمركبات الكهربائية، حتى تصبح هو المعتاد والعرف المعمول به. أيضا أن يكون أيضا لابد أن يكون هناك قناعة تامة أن وسائل النقل والحركة أن تكون تعمل بالطاقة الكهربائية. ونتحدث عن الأجيال الجديدة والشباب الصغير والحديث العهد الذين يأتون من أماكن مختلفة ليس لديهم رخصة قيادة، ويستخدمون وسائل التنقل المعتادة للتنقل من مكان إلى مكان. وأعتقد أننا لدينا الكثير من الموضوعات والمحاور التي تتناول هذا الأمر، وبالتالي لابد أن يكون هناك قناعة في كذا. هذه مناقشة رائعة، ولكن للأسف الشديد داهمنا الوقت. لدينا سؤال أخير لابد أن نتناوله. إذا نعم أن مصنع الفحم هل من الممكن أن يتحول إلى طاقة خضراء وطاقة متجددة خضراء؟ بالفعل مصنع الفحم الآن أعتقد أن هذه الإجابة، هل ممكن أن يتحول إلى مصنع أخضر؟ ممكن، قد يستغرق هذا الوقت بعض الوقت. نعم ليس لدينا أي أسئلة للأسف الشديد داهمنا الوقت. إذا لدينا سؤال واحد فقط. سؤال سريع لو تفضل. بالنسبة للمتحدثين سؤال هنا، لا أعلم كثيرا عن الدي في. هناك التيار المتردد والتيار المباشر، وبالتالي عندما ننتقل من نقاء التيار المتردد إلى التيار المباشر، الأسلاك لابد أيضا أن ضفيرة الأسلاك سوف أتحدث بشكل مختصر. إذن لابد أيضا ليس كل واحد أيضا أن يربط بين التيار المتردد والتيار المباشر. هناك الكثير من الطاقة التي نحتاجها لشحن السيارة أو المركبة في خلال 10 دقائق، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر قد يكون محدودا في هذا. وبالتالي لابد بالنسبة للشواحن السريعة تكون ذات الطاقة الاستيعابية القوية تكون موجودة في الحكومات والمؤسسات الكبرى. وبالتالي لابد أن يكون لديك مزيج من التيار المتردد والتيار السريع في تلك الشواحن في المستقبل. أيضا لو أريد أيضا أن أضيف شيئا، في أيضا نوادي التنقلات وتناقشنا الكثير من الأسئلة في هذا الصدد لتحسين هذا الأمر، سواء للمواطنين لتحسين السعادة في مثل هذه الدولة الجميلة وتحسين البيئة أيضا. وأعتقد ندعوكم أيضا إلى المتشارك معنا وكذلك أيضا في هذه العروض التقديمية. أرجو ألا تستوقفني لأنني سيدة، تستوقفني عن طرح هذا السؤال. نعم هناك الكثير من المناقشات والأمور التي يجب أن نقوم بترويج لها وتعزيزها، ولكن ما هي دورة الحياة بالنسبة للبطاريات؟ وماذا يمكن أن يحدث للبطارية بعد الانتهاء؟ وما هي الآليات التي من الممكن أن تتم في البطاريات عند الاستغناء عنها؟ من الممكن أن يتم استخدامها لأنها لديها دورة حياة ثانية. وبالتالي عندما نقوم بشحن بطارية لك مصنع نقوم أن نكون احنا المسؤولين عن تصنيع هذه البطارية، وعندما نستخدم البطارية مع مشارك آخر بأشكال أخرى من الطاقة أيضا، وسوف ترين ذلك أن هناك العديد من البرامج المختلفة عندما يكون هناك استبدال بطارية من بطارية، ولكن البطارية يمكن إعادة استخدامها مرة ثانية. إذن هي قابلة للاستخدام لأن لها دورة حياة ثانية، ولأن شركة أو مؤسسات لدينا تتحمل المسؤولية كاملة في أن تكون لدى البطارية دورة حياة ثانية ويمكن إعادة تشغيلها مرة ثانية بعد إعادة شحنها. نطلب منكم أن نصفق للجلوس. إذا كانت هناك أي أسئلة من الممكن أن نسألها فيما بعد. شكرا جزيلا لاستماعكم.